طمني يا حبيبتي هتطلعي. يا بابي انا مش قادره اقعد هنا اتصرف، خرجني. اهم حاجه انك تبقي عارفه معاني الاشياء عشان تقدري تفسريها. معلش انا اسف، قلت لي اسمك ايه؟ نهى يا استاذ. نهى، اسم جميل نهى. عارفه معناه ايه؟ لا. نهى يعني العقل. بجد انا مبسوطه قوي اني هشتغل مع قامه صحفيه كبيره زي حضرتك. اه انت كده بقى دخلت غلط. ليه بس يا استاذ؟ عشان بتمدحي فيا من غير ما تعرفيني. الاسلوب ده يبقى في الجرايد التانيه، هنا لا. بالعكس يا استاذ، انا عارفه حضرتك كويس قوي، انا قريت مقالات لحضرتك وعملت سيرش على النت وعرفت عنك كل حاجه. مش كل حاجه تقريها وتسمعيها تصدقيها. انا كنت متابع حملتك الصحفيه عن حادثه قطر السعيد في 2013، وحملتك ضد المسؤولين عن تسمم تلاميذ المدارس في ملاوي واخميم وابو حماد 2017، وقريت كمان عن هجومك للحكومه في 93 بسبب خصخصه الشركات العامه. طب سين، في 5 ذو القعده سنه 1995 كنت بعمل ايه؟ ما كنتش بتعمل حاجه حضرتك، عشان اقلوك من منصب رئيس التحرير في الجريده القوميه وقتها. الله، ده انت مذاكراني بقى. ايوه طبعا يا استاذ، انا متابعه حضرتك من وانا بدرس في الجامعه، وبصراحه كنت مستغربه قوي ازاي كنت ماسك منصب كبير زي ده وفضلت تهاجم وتعارض في قرارات الحكومه. بص يا نهى، الدنيا دي قامت على النقيضين، في خير تلاقي قصاده شر، في جنه قصادها نار، في حكومه قصادها معارضه، وانا معرفش اكون غير في المعارضه. عشان كده انا معجبه بقلم حضرتك. اه قولي كده بقى، بتمدحي فيا عشان عينك على القلم. كل سنه وانت طيب يا لالا. في ايه؟ عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلاد. اه امال عيد الرعب بيبقى عامل ازاي؟ ادي هديتك. الله، حلوه قوي، حلوه دي. تعرف يا زيزو، انا ما بحبش يوم عيد ميلادي ده. ليه بس؟ دراز، انتوا عاملين رباطية عليا ولا ايه؟ كل سنة وانت طيب يا صديقي. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب. أنا إذنك بس هخش الحمام، الواد زيزو أصله عمل فيا عاملة خلاني على الآخر. براحتك. اتفضل براحتك. زيزو عامل ايه؟ حد جدع قوي، حلوة البقى اللي عملتها لجدك دي. أمال أمك وخالك فين؟ أنا كلمت ماما كان عندها شغل، وبعد كده قفلته وكلمتها تاني كنسلت عليا. وخالك؟ موبايله مقفول برضه. هنفضل قاعدين مستنيين كتير؟ اقفل يا ابني، مفيش حد هيجي. استنى بس يا هيلو، انا ماما مأكدة عليا انها جاية. ايه يا ماما؟ هي ردت اهي. انت فين يا ماما؟ في اجتماع مهم ومش هينفع اجي. خلصنا؟ مش هتلحقي تيجي؟ طب انا هسيب المكالمه مفتوحه بقى علشان تطفي معانا الشمع، ماشي؟ يلا. هابي بيرثداي. هنقعد نقول هابي بيرثداي وسنه حلوه يا جميل ويلا حالا بقى. ايه ده؟ خلاص. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا استاذ هلالي. اهلا وسهلا فؤاد بيه. هي الحكومه منعت اعياد الميلاد؟ اوعى تقول لي ده فؤاد بتاع امن الدوله. لا ده مش بتاع امن الدوله. طب الحمد لله. ده بتاع الامن الوطني. طب استاذ هنا راح فين؟ معلش اشوفك بكره؟ شفتك بكره فين وراح فين؟ صوت طيب يا حبيبي. فرصه سعيده بقى. هو دخل ازاي؟ مش عارف،
ومش احنا مغيرين الكلام من شوية؟ انا اسف اني فاجئتكم. لا ابدا ما فيش حاجة، ده انت يعني مش شرفنا والله، احنا متعودين على كده. مش حضرتك جاي برضو تهنيني بعيد ميلادي ولا ها؟ ايه النظام؟ لا انا جاي ادردش معاك شوية. هو في حاجة حلو؟ لا مفيش، فؤاد بيه لو كان جاي بصورة رسمية ما كانش جاي لوحده، كان هيجي بقى ومعلم مالك انت. مش هتهدى بقى يا هلال وتريح نفسك وتريح اللي حواليك؟ ومين قالك ان انا تعبان؟ انا مبسوط قوي كده. انت مبسوط؟ بس طول الوقت معيش اهلك في قلق، حتى مراتك الله يرحمها كانت بتعاني من خوفها عليك، وانا اذا كنت بقدر اساعدك زمان مش عارف اقدر اعمل ده دلوقتي ولا لا. وفي ناس كتير متضايقه من اللي انت بتكتبه يا هلال. انا مش برمي الناس بالتهم، انا عارف ان مقالاتي بتضايق ناس كتير، بس انا متعود اقول الحقيقه وهما متعودين يكذبوا. طب واللي كتبته من يومين عن رئيسه لجنه حقوق المراه دي؟ وليه نصابه وحراميه؟ انا اعرفها من ايام ما كانت معايا في المدرسه، كانت بتسرق السندوتشات بتاع الصحبات. سندوتشات تبدو مقدور عليها، انما مقالك الاخير اللي بتهاجم فيه الحكومه غريبه. جاي تكلمني لما مقالي ضايق الحكومه؟ طب ما كلمتنيش ليه لما الحكومه ضربت الاسعار في 3 وضايقت كل الناس؟ انت اتغيرت على فكره فؤاد بيه. انا زي ما انا، بس المشاكل اللي بتحصل دلوقت بقت اخطر بكتير من ايام زمان يا هلال. طيب وده ايه علاقته بيا؟ في ناس حواليها شبهات كتير، منهم ناس معاك في الجورنال وعايزك تساعدنا. يعجبني فيك انك ما بتيأسي. شوف انا اعرفك يمكن من ايام ما كنت نقيب ولسه بتحاول معايا الوضع دلوقتي. طب ما سألتش نفسك التمويل اللي بيجي للجورنال اللي انت شغال فيه بيجي منين؟ من رجل الاعمال اللي بيدير الجورنال، وده راجل محترم وسمعته معروفه للكل. تفتكر معلوماتك مش كامله يا هلال؟ عموما خليك فاكر ان ده اختيارك، تقلقش انت مش هتشوفني تاني. يعني نقول مبروك الترقيه الجديده؟ عرفت ازاي؟ اصل مش معقول الجهاز هيستغنى عنك بالسهوله دي، بدليل انك انت قاعد معايا دلوقتي وبتتكلم في الشغل، يبقى اكيد اترقيت وفي حد تاني هيمسك الملف بتاعي. سلام يا هلال. سلام يا فؤاد بي. زيزو كنتش اعرف ان عيد ميلادك هيتقلب بسرعه كده. ما انت عارف انا ما بحبش اليوم ده اصلا. ليه بقى؟ اصلي بكون فيه لوحدي، امك فجاه يظهر لها حاجه تشغلها، خالك عماد الظاهر نسيني. بس سيبك انت عندي اهم منهم كلهم. يلا روح نام في اوضتك. حاضر.
ايه ده؟ الرواية بخط الايد؟ لقد قررت ان اكتب مذكراتي بعد فترة من التفكير. هذه المذكرات تحتوي على اسرار وخبايا لا يعلمها احد غيري، وانا اعلم مدى خطورة هذه المذكرات، لذلك لن اذكر الاسماء الحقيقية لابطال الاحداث التي مررت بها، وسارمز لاسمائهم بالحروف الاولى فقط. واني اعلم ان من سيقراها لن يستطيع ان يفسر ما بداخلها بسهوله، ولكني اؤمن ان بعض الاشارات الصغيره ترشد صاحبها على الطريق الصحيح. ولكي تعرف مفتاح سر الكتاب عليك ان تبدا بفتح غلافه. امضاء مريم رياض. مريم رياض. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة انه مقتحم شقتي يفتشوا فيها، وقتها انا هلو. ايه يا ابني في ايه؟ انت حاسس كده بقى ليه؟ ليه اقول له بس كده؟ ده انا بحبك. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ بدري ايه؟ ده الساعة داخلة على 11. 11؟ انا عايزك في حاجة. Thank you.
استنى، ده اوتوجراف. اوتوجراف بخط مريم رياض، جو قديم قوي يعني. دلوقتي بقى ممكن تبعت مسج على انستجرام للنجم اللي انت عايزه، ولو رد عليك تعملها سكرين شوت وتتنطط بيه على اصحابك كمان. طيب ابحث لي عن مذكرات مريم رياض. مذكرات مريم رياض؟ لا مفيش اي حاجه عنها. طب ارجع لصفحه الاوتوجراف، عايزك بقى تطبع لي الاوتوجراف ده وتنزل لي كل الاخبار والفيديوهات اللي نزلت عن مريم رياض. ايه ده؟ ده حب قديم ده ولا ايه؟ قديم ايه؟ دي ماتت بقالها سنين. ايه برضه مقفول؟ ايوه انا بدات اقلق، عمر هلال متاخر كده، انا خايف لا يكون اللي ببالي حصل. اللي هو ايه؟ هو في ايه؟ امبارح ما رحت له البيت عشان عيد ميلاده، جم اللي بالي بالك وخدوه. هما مين دول؟ استاذ دراس ده موبايلي. انا عارف ان هو موبايلك، لازم نخلي بالنا، المراقبه عندهم اتطورت قوي، بقى من اهل الساتلايت على طول. لا انا مش فاهمه اي حاجه خالص من اللي بتقوله. بتكلمني انا؟ يكون خدمك انت، امال بكلم امي. خلي بالك يا نهى، لازم تتعلمي لغه الشفايف، انت دلوقتي كصحفيه هم سامعينك في اي وقت وفي اي حته، فهمتي؟ هما مين دول؟ خلاص يا حبيبتي، هيتقفل علينا باب واحد انا وانت. انت مش متخيل، انا مش مصدقه ده، انا طلع عيني بسبب شغلك ده. معلش يا حبيبتي معلش. حلوتي بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتشيك السوست. سوست ايه؟ بقول لك ايه بقى، الاوضه دي الاورنج عجباني جدا. ايه اورنج؟ انت عايزه، انت عايزه انا انام في اوضه اورنج؟ هيبقى موقفي ايه قدام اصحابي وباقي القيادات لما يجوا يشوفوا الاوضه اللي انا نايم فيها؟ قيادات؟ معلش، هم ايه اللي هيدخلهم الاوضه علينا؟ باب حب الاستطلاع، بيطمنوا علي عادي. وبعدين اصحابي اللي بقولك عليهم دول بنات، كلهم بنات. بنات؟ بقولك يا رؤوف، شكلها كده مفيش جوازة على فكرة. معلش يا حبيبتي انا بهزر معاكي، يا حبيبتي ده انا نقلت من مباحث الاداب مخصوص عشانك. بجد يا رؤوفة؟ بجد يا عيون رؤوفة. بقولك ايه بقى، مينفعش نمد الاجازة دي من اسبوع لشهر؟ للاسف يا حبيبتي مش هيبقى في اجازة خالص، ولا اسبوع ولا حتى يوم. نعم يا حبيبي؟ ايه؟ اجازه دي مش هينفع تمدها، يعني انا صبر عليك 3 سنين وفي الاخر تقولي ولا شهر عسل ولا اجازه حتى اسبوع؟ اللي انت بتقوله ده اعمل لك ايه؟ مش انت اللي اصريتي ان انا انقل من بحث الاداب؟ هاتها فيا بقى، انا قلت لك سيبي الاداب لكن ما تسيبش اجازتك يا حبيبي. معلش يا حبيبتي معلش 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 يا صابرين صابرين. خلينا صابرين يا صابرين. بص بص يا رؤوف بتهزر. معلش يا حبيبتي معلش معلش. عجبتكم الاوضه؟ مش كده صابرين الاورنج؟ حلو مقرنجه حلو. طيب انا مضطره ان انا امشي دلوقتي، عندي مشوار، اختاروا كل اللي انتوا عايزينه وانا هعمل لكم خصم على التوتل. شكرا جدا. شكرا. على ايه؟ بعد اذنكم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ثانيه هجرب كده. اجرب ايه؟ الو. نصبتوا الستيج؟ عملتوا تيست للسماعات؟ طب بقول لك انا مش عايزه اي مفاجآت والنبي، ها، وعايزه الحفله دي تخلص على خير. يلا سلام.
عارف يا بابا ان حضرتك اكيد زعلان مني عشان ما قدرتش اجي عيد ميلادك امبارح، بس والله كان عندي شغل في المستشفى طول اليوم. ولا يهمك، انا نفسي ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي امبارح اصلا. طب قول لي بقى ايه الموضوع المهم اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ عايز اعرف ايه السبب اللي ممكن يوصل شخص للانتحار. اسباب كتير، ممكن يكون اكتئاب او صدمه او احباط مثلا، بس ده بيتوقف على الحاله نفسها والظروف اللي مرت بيها والعيشه اللي كانت عايشاها. طب لو انا قلت لك ان الحاله دي شخصيه يعني مشهوره وفنانه وعندها فلوس كتير والناس بتحبها. انا ما اقدرش احكم يا بابا على حاله من المعلومات البسيطه اللي حضرتك بتقولها دي، لازم اقعد مع الحاله وافهم كل تفاصيلها. لا ما انت مش هتقدر تقعد مع الحاله لان الحاله زمانها اتحللت. مش فاهم. اسمع يا عماد، انا عايز اوصل لدكتور نفساني. خير يا بابا؟ وحضرتك عيان، انا ممكن اعالجك، انا دكتور على فكره. انت هتعرفني بنفسك؟ ما انا عارف انك انت دكتور. انا عايز اوصل للدكتور النفساني اللي كان بيعالج مريم رياض. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي. مريم رياض الممثله؟ طب ما تفهمني ايه الموضوع بابا. هبقى افهمك بعدين. المهم هتعرف توصلني للدكتور ده؟ خلاص حضرتك قول لي اسمه وانا اجيب لك عنوانه على طول. اسمه ميم ميم. ايه؟ ميم ميم. استاذ هلال انا جبت لحضرتك ال... انا اسفه انا جيت في وقت مش مناسب. تعالي تعالي يا نهى، مفيش حد غريب، ده الدكتور عماد ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. فين؟ منا نايمة في اوضتي جوه. تعالي عايز اتكلم معاك. انا مش جاية اتضايف، انا جاية اخد بنتي وماشي. قومي قومي، بتخرجي من البيت من غير ما تقوليلي؟ مش مالي عينك انا؟ الله الله الله، كلامي ما بتسمعش ليه؟ ما بالراحة يا ماما، في ايه؟ اخرس انت خالص، يعني ايه اتصل بيك وما تردش عليا؟ انا كنت نايم وعامل موبايل لسايلنت، انت عامل لك ايه؟ بس عيب عيب يا غدا اللي انت بتعمليه ده، البنت في بيتي. وبعدين انا كلمت كذا مره انت وجمال محدش بيرد. عايزة تخرج من غير ما تقولي لي عشان تبقي صايعه زي اخوك صايع. بس بس هي ما راحتش لحد غريب، دي راحت لجدها. مالكش دعوه انت، ما تتدخلش، انا عارفه ازاي اربي بنتي كويس. عمرك ما هتعرفي تربيها. عشان تعرفي تربيها لازم انت كمان تتربي كويس وتتعلمي ازاي تكلمي ابوك باحترام. قدامي قدامي، اوعى. امشي. حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. هلال كامل، صحفي معارض كان يعمل في الجريدة الرسمية للدولة، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك، احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم من مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانيه واحده.
اوكي انستازيا. I don't want to talk about the past. Okay, as you like. But I will not send Mada to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا حستناك كتير كنت جبتك البيت أرحم. أنت أتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير. ما كانش لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك آه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جايلك بخصوص زيزو منا. أنت جايلي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه نعلق لها المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام. حاجه تانية يا عمي؟ لا، انا قلت اللي عندي. تعرف حد اسمه فتحي الدمياطي؟ اه، فتحي ده كان زميلي في الشغل لغايه ما باعني هو وتوفيق زاهر. باعك ازاي؟ اول ما استلمت الشغل قابلني فتحي وعاملني زي ما نكون اخوات بالظبط. بعد فتره كده ابتديت احس ان في حاجات مش مظبوطه في الشغل بين فتحي وتوفيق. ايه ده فتحي؟ دي منشطات جنسيه. كرا ايه يا سعيد؟ ما تحبكهاش قوي كده. بقول لك ايه، 50 باك وعدي بيله. لا، واضح ان انت جيت للبني ادم الغلط. انا هصادر الشحنه دي وهبلغ عنها كمان. كده ماشي يا سعيد. ورفضت ان الشحنه تعدي. بالظبط. بعدها ابتدت معاملته ليا تتغير لغايه ما جت شحنه المستلزمات الطبيه الملوثه. ايه اللي في ايدك ده يا سعيد؟ ده عينه من الشحنه اللي دخلت طالع طبيعها. طبيعها؟ طب انا قلت لك ان انا عينتها وطلعت مطابقه للمواصفات. ايوه، طب ايه المشكله ان انا اخد عينه ثانيه عشان اتاكد؟ ولا انت ناسي ان التقرير ده هيطلع على مسؤوليتي؟ مسؤوليتك؟ اه ايه؟ هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا خالص، بس هو زي ما تقول كده زياده تاكيد. تاكيد؟ وماله؟ اه تاكد يا اخويا، تاكد. زيادة التأكيد. هو فيه سعيد مصمم يا توفيق انه يعاني المستلزمات الطبية ويكتب فيها التقرير بنفسه. هو حر. واحنا هنعمل ايه؟ هبعت لسعيد يجيني المكتب. استاذ سعيد، المدير عايزك حالا في مكتبه. حاضر. وأول ما يخرج من المعمل تدخل أنت مكانه ومعاك عينة سليمة من الشحنة القديمة. تبدل العينة السليمة مكان العينة التانية. طلعت المعمل تاني وطبقت العينة. وطبعاً كانت سليمة. بالظبط. وكتبت تقريري إنها مطابقة للمواصفات. وشلت القضية. أنت تعرف عنوان توفيق الزاهر؟ طبعا، ده محفوظ في دماغي ولا يمكن انساه ابدا. الدهول.
حياتك انا كنت عايز عماره 89 بيت الافي. تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. طب انا عايز اقابله. تقابله فين؟ ما قدامك اهو داخل الاسعاف. هو ده توفيق؟ ايوه والله يا حبيبي، يا حبيبي توفيق، يا حبيبي مش هسيبك، انا هركب معاك، مش ممكن اسيبه في اللحظه دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ انا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه اكرم، طب انا هاجي واركب العربيه. طيب ماشي. طيب راح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني يا حبيبي. يا حبيبه كيفة، حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه كان مقرب منه جدا، ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه اسقايا على الغربه لما تنسي الواحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل و في العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور، دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقره، مع اني نبهت عليه اكتر من مره بخصوص موضوع التدخين دي، خاصه بعد ما ركب الصمام. اعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحاله اللي جوه؟ ايوه. طيب هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا اكرم، انا معايا فلوس في العربيه. طيب. استنى. ازيك يا توفيق يا زاهر؟ انت دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الأدوية السامة؟ ايه عين؟ حاول تعمل حاجة كفر بيه عن اللي عملته قبل كده. وزارة الصحة. وقتها كان ليا صديق مقرب، فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابه في قضيه مريم رياض؟ الموضوع معوش بالسهولة اللي انت متخيلها يا هلال، المسألة ممكن تاخد وقت. مش مشكلة، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نعس. انا مش عارف مقفلك ده ليه، عملت ايه يا نهى؟
كلمت صاحبتي اللي ماسكه اعداد البرامج الفنيه وسالتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سالتها على رقم وقالت لي ده مات من سنتين. يا استاذ دراز، دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحه الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحه وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه، مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو. يوه، خليه يدخل. ايه في حاجة؟ بيقول لي حماية برا. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أأمرني؟ أأمرني؟ أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وانت كنت عايز تقابله ايه اصلا؟ عايز اعمل تحقيق صحفي معاه. طيب هشوف الموضوع ده وابقى ارد عليك يا عم. انت عارف ان انا بشتغل في جريده معارضه، يعني سهل جدا اتكلم عن تكميم الافواه واضطهاد الصحفيين المعارضين، والمره اطلع على نقابه الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخله كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبه ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحه امتى؟ يا استاذ هلال، في الحقيقه انا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، انا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. هو انا سامع حضرتك، اتفضل. انا جاي لسيادتك بخصوص قضيه فساد. قضيه فساد من اكبر القضايا اللي حصرت في وزاره الصحه. ايوه يا استاذ هلال، بس انا بقالي اسبوع بس ماسك الوزاره. ما انا عارف، بس ده برضه ما يمنعش ان اللي اخطا حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش اي حد فوق القانون. هي ايه القضيه؟ قضيه المستلزمات الطبيه الملوثه اللي حصلت سنه 96. في واحد بريء شال القضيه دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقه أنا مش فاكر الموضوع ده، بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلاً ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم يا أستاذ هلال. عموماً الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة. وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه، يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ وأنا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظة واحدة من غير ما أرمي الناس دول كلهم في السجن. إن شاء الله يا أستاذ هلال أكون عند حسن ظن حضرتك، وتأكد تماما أن لا يمكن أبدا أقبل بأي نوع من أنواع الفساد في الوزارة دي طول ما أنا موجود على الكرسي ده. كما حضورياً بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من التهم.
حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها مريم رياض. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا اتحرك. في سنة 2000 جالي تليفون من المخرجة المعروفة دالزة، رشحتني بطلة الفيلمها الجديد، وكان حلم ليا ان اشتغل معاها بنجوميتها وافلامها الجريئة. قريت نسخة السيناريو وعجبني فيه فكرة التحرر. لأول مرة همثل فيلم بيدور عن الحرية الجنسية، بس كنت مترددة. إيه العيب إن إحنا نشوف ونتكلم عن العلاقات الجنسية في أفلامنا؟ ده شيء بقى أساسي في حياتنا، لازم نتحرر من التخلف والرجعية اللي إحنا فيها دي. ورحت الشركة وقابلت بهفي منتج الفيلم. عرفت منه إن الفيلم من إنتاج مصري فرنسي مشترك بين شركته الطاووس الذهبي وشركة سيال بلو الفرنسية، ومضيت العقد وخدت العربون. ألف مبروك يا نجمة، ده مش هيبقى آخر تعاقد بينا. دخل السيناريو الرقابة ورفض المسؤول الرقابي ألف ألف التصريح بتصويره. لقيت نفسي مضطرة للدفاع عن الفيلم وأفكاره. فين الحرية؟ وفين الإبداع؟ للأسف الرقابة في بلدنا بتقتل الفن والإبداع. إحنا لازم نتحرر من قيود الرقابة. الفن هو مرآة الواقع، عشان كده لازم يبقى عندنا حرية. حصلت ضجة صحفية كبيرة ما بين صحفيين مؤيدين للفيلم وصحفيين معارضين للفيلم، لكن اللي أنا استغربته إن أسماء صحفية كبيرة كانت بتساند الفيلم ضد الرقابة. وفي اجتماع بشركة الإنتاج قابلت ممول شركة سيال بلو الفرنسية، المسيو شاب مثقف جداً ورجل أعمال كانت دراسته كلها برا مصر وعايش طول عمره في أوروبا ومهتم بالفنون والإعلام بشكل لفت نظري. عارفة يا مريم، هنا في مصر مفيش غير قمع وقهر وكبت. أنا راجع من أوروبا وهسخر كل وقتي لمساندة كل الحريات في كل المجالات، خصوصاً في التعليم والثقافة والإعلام والسياسة طبعاً. والفن هيبقى سلاح، لأن الفن هو القوة الناعمة اللي نقدر نغير بيها المجتمع كله.
انت ازاي تنزل تنويه عن كشف فساد لسه هننشره في الاعداد الجايه؟ انت ايه مشكلتك بس يا هلال؟ بحافظ على المبيعات اللي احنا وصلنا لها. انت كده هتعقد للدنيا. ليه بس؟ هو انت مش لسه مستمر في القضايا والتحقيقات بتاعت المذكرات زي ما قلت لي، ولا انت غيرت رايك؟ طبعا مستمر، بس ما كانش فيه لازمه للتنويه. بقول لك ايه يا هلال، سيبني ادير الجريده بتاعتي بطريقتي. اه خلينا نتكلم بقى في المهم. في اكتر من صحفي ممكن يساعدك ويشاركك في البحث بطريق متوازي، وده هيوصلك اسرع للحقيقه. يعني قصدك يعني اكون فريق عمل؟ بالظبط كده. ها قول لي بقى، انا اقدر اساعدك في ايه؟ وايه القضيه اللي هتحقق فيها وانا معاك؟ القضيه بتاعت واحد زي ما تقول كده عنده ميول انحرافيه وبيمول افلام وبرامج وحاجات كده. وده مين الشخص ده؟ قول لي يمكن اقدر اساعدك بعلاقاتي انك توصل له. هو كل اللي اعرفه ان هو اسمه المسيه. المسيه؟ وده يطلع مين ده؟ لسه ما اعرفش، بس حفيدي غنى في حفله بتدعم السلوك المنحرف ده من غير هو ما يعرف. طبعا الناس دي لو سيطرت على عقول ولادنا يبقى نقرا الفاتحه على مستقبلهم. اي خدمه تاني يا سعاده اللواء؟ شكرا يا سيدي، متشكر اهو. تحب اكلم لحضرتك الاستاذ هلال ابلغه ان حضرتك مستنيه؟ لا، ما هو كلمني وقال لي انه جاي في السكه. شوف انت شغلك. طيب يا فندم، بعد اذن حضرتك. جهز القهوه يا جابر. حاضر يا فندم. اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل، ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذر لك على اللي عملته النهارده امبارح. يا راجل عيب عيب، تعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي، اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 لا، اوعى تعمل كده، لا تجيب سيرتي ولا سيرت المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، انا لسه في البداية والطريق طويل، مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسدف اوراقها، مش كده؟ المهم، عملت ايه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء، آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس ما أعرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. يا ما كنت قابلني في الاستوديو وتلحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال، في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه، اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريحي. دقايق والاستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في آخر الحلقة بوجه رسالة لكل أب ولكل أم. سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش تراقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. استاذ هلال، مش كده؟ اهلا وسهلا. اسف على التاخير، بس حضرتك عارف ان البرنامج هوا. اتفضل. انا مش هعطلك كتير، انا بس جاي عايز اعرف معلومه عن فيلم قديم انت عملتيه. فيلم ايه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. اه ما انا عارف، وحصل ضجه كبيره يعني عشان الرقابه وقفته. الفيلم ده كان بطوله مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكلة فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه،
بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي ومش عارف مين منتج الفيلم. بهاء ثابت ده شهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم ده. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا استاذ. طب انت استاذ هلال، شهاب باشا محتاجك معاه في الحمله الانتخابيه بتاعته. محتاجني فيه؟ انا مجرد صحفي في جريده معارضه. ما تقللش من نفسك يا استاذ هلال، انت قامه صحفيه كبيره، وجودك معانا هيكون اضافه عظيمه لينا. انت هتكون مسؤول اعلامي للحمله. متهيألي في ناس اكفأ مني ممكن يقوموا بالدور ده. بلاش تواضع يا استاذ هلال، على فكره انا متابع جيد لمقالاتك ولحملاتك الصحفيه ضد الفساد، وعارف انك معارض للنظام الحالي. انا مش معارض للنظام، انا معارض لاي غلط بيعمله اي نظام، سواء نظام سابق او حالي او مستقبلا حتى. جرى يا استاذ هلال، هو احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ انت صحفي كبير وعارف اسرار المطبخ السياسي كويس قوي، واكيد عندك درايه بالاخطاء اللي وقع فيها الحكومه دلوقتي. وليكن، الاخطاء دي ادي احنا بنتعلم منها وهي مرحلة وبتعدي. أفهم من كده أنك رافض لفكرة ترشحي؟ أنا لسه معرفتكش كويس، ولازم تعرف أن أنا لو وافقت على العرض بتاعك ده وشفت فيك أي حاجة غلط هكون أول واحد بنشرها وبكتب عنها. موافق جدا، وهو ده المطلوب. أنا عايز أصرح الناس بكل حاجة عني، العيب قبل الميزة، وعشان كده اخترتك أنت بالذات. أنا برنامجي الانتخابي اتعمل بعد ما عملنا دراسات كتير قوي لنماذج ناجحة في دول تانية، واهم حاجه بتميزه الشفافيه. طب انا محتاج وقت افكر فيه، حاجه زي دي مش سهل ان الواحد ياخد فيها قرار بسرعه. طب مش تسمع باقي العرض الاول؟ انت هتكون واحد من القائمين على الحمله بتاعتي، ومن دلوقتي لغايه ميعاد الانتخابات مرتبك هيكون 20,000 دولار في الشهر. كويس؟ 20,000 دولار؟ مش شايف ان المبلغ ده كتير شويه؟ ده تقديري للناس اللي بتشتغل معايا. عموما الفلوس مش هي اللي هتخليني اقبل او ارفض. هنزلهم. ازيك يا استاذ هلال؟ ربي، كنت عايز ادردش معاك في موضوع صغير كده. يعني عايزين منك خدمة صغيرة. خدمة مني انا؟ امر. سميح البجوري. مش فاهم. يعني كنا عايزين كده تجمع لنا عنه شوية معلومات كده يعني. وعايزين معلومات عنه ليه؟ انت عارف ان هو يعني في شويه قلق كده حواليه، تمويلات من بره، وغير ان هو بيدعم حمله المرشح الرئاسي. وانتوا مش عايزين بقى المرشح ده ينجح؟ لا 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 يا استاذ هلال، احنا مش شغلتنا ان احنا نحدد مين اللي ينجح ومين اللي يسقط. احنا بس عايزين نتاكد اذا كان تاريخه نضيف ولا لا، اذا كان يؤتمن على الشعب ولا لا. بس طيب انا وعدك اي معلومات حاضر اجمعها عنه هقولها لك اول باول. اشكرك. كارت في كل ارقام تليفوناتي، اول ما توصل لحاجه انا هنتظر تليفون من حضرتك. استاذن انا. فضل روبي.
اهلا 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 وسهلا. اكيد جايب لنا معاك خبر سعيد. لسه كنت بقول لبهاء مش ممكن استاذ هلال يتخلى عننا. هتخلى عنكم برضه؟ معقول؟ بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي، ناقصكم دنيا ظافر وطارق فاروق. طارق؟ واضح ان صاحبك كان عنده حق لما قال عليك مش سهل. صاحبي مين؟ براز، رئيس تحرير الجريده اللي انت بتشتغل فيها واللي انا بمولها. شكله نسي يقول لك انه استفاد كتير قوي من شغله معانا، وانه بياخد مرتب ما كانش يحلم بيه. اه، هو دراز عارف اللي انت اللي بتمول الجريده؟ برضه ما بيردش، انا خايف يكون جراله حاجه. وحضرتك عارف حاجه ومخبيها علينا؟ ايه يا جماعه جو الافلام اللي انتوا عايشين فيه ده؟ هو هيلو كده لما بيكون في شغل ما بيركزش في التليفون. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ مش مهم جبتها منين، المهم ان العدد الطبع والتنويه نزل. ولا انت ناوي تمنعني من الكتابه في الجورنال؟ بالعكس، اكتب براحتك، لان حتى نبهت على سميح انك تستمر في مقالاتك لانها حققت مبيعات هايله. يعني هتخليني هجمك في الجورنال بتاعك؟ هي دي الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها؟ مين قال بس انك هتهاجمني؟ في مقال هينزل في الصفحه الاولى باسمك بتتكلم فيه عن انجازاتي. مقال ايه؟ انا ما كتبتش حاجه. دراز صاحبك كتبه بدلك، يعني انت دلوقتي قدام الناس بقيت معايا وبتساندني. ولو فكرت تهاجمني هتبقى في نظر الناس كذاب. بيني وبينك انا بفكر ان جورنال نبض الشعبي يبقى همزه الوصل بيني وبين الناس. عارف يا هلال، انا الفتره اللي جايه عايز ابقى قريب قوي من الشعب، والجورنال ده لازم يبقى رقم واحد في المبيعات. وطول ما انت مستمر في فضايحك اللي بتنشرها متابعين الجورنال هيزيدوا، لاننا مع الاسف بقينا بنعشق الفضايح. خلقنا كشعب بقت وحشه قوي. والنبي سيب الشعب في حاله وما تكلمش انت عن الاخلاق. ولا انت نسيت فضايحك مع طارق؟ طارق فاروق اللي انت قتلته. انا ما قتلتش حد، طارق هو اللي انتحر. ما مريم رياض انتحرت برضه. بص يا هلال، انا بمول الجريده والجورنال، بس موت مريم وانتحار طارق انا ماليش علاقه بيهم خالص. والله بقى دي مش شغلتي، دي شغله النيابه. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسه، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شين حا هتزود نقطه وتكتب شين خا. اه، بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياه. تبقى الناس نيتها وحشه قوي. وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحا. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري. 1,000,000 جنيه وتغير الحرف. اغير حرف بمليون جنيه بس؟ انتوا الظاهر ما تعرفوش سعر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3,000,000. ابيع ضميري عشان 3,000,000؟ 5,000,000 جنيه. افتكر كده كويس قوي. انا مش هكسر كلام بهاء. لا، انا اخد فلوسي كاش. اوكي يا هلال، بكره فلوسك تبقى جاهزه. ايوه دراز، انت فين يا هلال؟ انا كلمتك كتير وما بتردش. هلال انا عايزك ضروري، على فكره انا عندك في البيت. تسلم ايدك على المقاله يا دراز. سميح قال انك انت ابدعت فيه. لا لا لا، انا حاولت الحق. هخلص واكلمك. عملت ايه يا استاذ هلال؟ طمني. ده التسجيل، في اعتراف للشهاب ان هو عرض عليها رشوه، وان هو ورا تمويل الافلام اياها، وهو اللي بيمول الجريده كمان. شهاب ما يقدرش يمول الجريده لوحده، شهاب اكيد بيجي له تمويلات خارجيه بتدعمه يا استاذ هلال. والله دي شغلتكم انتوا بقى. انا ماليش دعوه بالحاجات دي. لا ازاي بقى؟
طب ده فاضل اهم حاجه. ما هو اصل احنا يا استاذ هلال لو مسكنا شاب دلوقتي الراي العام هيتقلب علينا وهيتهمونا ان احنا بنلف قضايا المعارضين للنظام. طب وايه المطلوب مني؟ ابدا. برنامج تلفزيوني صغير حضرتك هتطلع تتكلم فيه وتقول كل اللي عندك وتذيع كمان نسخه من التسجيل ده. ساعتها بقى ولا حد هيقدر يلومنا ولا حد يتكلم معانا. بس في حاجه، دراز كتب مقال باسمي بيمجد فيه شهاب والعدد نزل في السوق دلوقتي. والله طب وازاي هو يعمل حاجه زي كده؟ مش مهم ازاي دلوقتي، المهم ان انا لو طلعت وفضحت شهاب واللي معاه الناس مش هتصدقني. طيب انا هحلها دي. ايه هتعمل ايه؟ هبلغ رجالتنا يوقفوا ببعض العدد والنسخ اللي اتطبعت فعلا يتمنع توزيعها وتتحرز. ماشي. مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. ضيفنا النهارده هو الكاتب الصحفي الكبير والمعارض الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال كان نوه من خلال صحيفته نبض الشعب عن قضيه فساد جديده. القضيه قال انها تخص احد مرشحي الرئاسه. النهارده الاستاذ هلال خصني وخص برنامج هنا العاصمه بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كما اعتدنا وتعلمنا منه استاذ كبير الحقيقه في المهنه وفي الصحافه، فان كل قضايا الفساد قبل الكشف عنها لابد ان تكون بالادله والوثائق. معانا النهارده في الاستوديو للكشف عن هذه القضيه الاستاذ هلال كامل. استاذ هلال اهلا بك. اهلا بيك يا فندم. على فكره انا بحب حضرتك كتير يعني، اشكرك، ودايما احب اشوفك في التلفزيون. اشكرك والله. وسلمي لي على الاستاذ عمرو اديب. حاضر. الحقيقه يعني قولي له يبطل محشي ومكرونه بالبشاميل. حاضر. هقول يا ريت يعني. حاضر. خليني ابدا على طول واسال حضرتك، مين مرشح رئاسه اللي بتقصده في تحقيقاتك الصحفيه؟ المرشح هو شينحه شهاب حامد، وهو الحقيقة عرض عليا فلوس كتير عشان أمسك له الحملة الانتخابية بتاعته، بس أنا رفضت. ورفضت ليه؟ أنا هقولك. هو أصله كان ورا الحفلة اللي ترفع فيها علم الناس اللي مش متظبطين دول. يعني مش متظبطين إزاي يعني؟ اللي هم كده. ده كلام خطير، ده كلام على مسؤوليتك يا أستاذ هلال. أنا معايا تسجيل شهاب حامد بيعترف فيه انه بتلقى تمويل من الخارج. ومتورط معاه كمان دنيا ظافر وبهاء ثابت وسميح الباجوري. واظن ان التسجيل ده موجود معانا، جاهز يا شباب التسجيل نعرضه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي أنا ما قدرتش أعمله. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنسمع التسجيل اللي خصنا بيه الأستاذ هلال كامل وبيكشف فيه عن تفاصيل قضية فساد جديدة. فاصل ونرجع تاني. ربنا يحفظك يا هلال، عملت اللي انا ما قدرتش اعمله. بقى ثابت منتج الفيلم، والميسيو الممول الخفي. لا يا استاذ هلال، دراز ما يعرفش ان انا مصدر التمويل للجريده. بقى ثابت ده هو المنتج اللي كان عايز يعمل فيلم ينشر فيه الشذوذ الفكري، والرقابه منعته. الغريب ان الحكومه بدل ما تعاقبه عينته رئيس جهاز السيما. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ اتفضل معانا. طب تعالى نتفق، انا هسيبك تنشر المقال اللي انت سلمته للدراسة، وكل اللي هتعمله بدل ما تكتب شينحة هتزود نقطة وتكتب شينخة. اه بس كده الناس هتفتكر ان احنا نقصد شوقي خيري رئيس حزب الحياة. تبقى الناس نيتها وحشة قوي. يا سميح وبعدين انا عرفت ان هو هيرشح نفسه في الانتخابات، يعني هيزاحمنا في الاصوات، يبقى نرتاح منه ونخلص. يعني اللي مطلوب مني ان انا احط نقطه فوق الحق. بالظبط كده، وشوف المبلغ اللي انت عايزه، وانا بقدر اللي بيقف في ظهري.
الأبطال ما تعرفوش سر الحرف بقى بكام في السوق دلوقتي. نخليهم 3 مليون. أبيع ضميري عشان 3 مليون. 5 مليون جنيه. أفتكر كده كويس أوي. أنا مش هكسر كلام بقى. شابين شابين. حسن حسن. أمر يا فندم. أنا لازم أسافر حالا. أحجز طيارة على أي بلد. تحت أمر سعد. خمسة مليون جنيه. أفتكر كده كويس أوي. أنا مش هكسر كلام بقى. الله يخرب بيتك يا هلال. الله يخرب بيتك يا هلال. ابنتي نون ميم. في ديسمبر 96 نفذت أهم قرار أخدته في حياتي، وهو قرار طلاقي. كان من أهم أسباب طلاقي من يه عين هو أني أحافظ على بنتي نون ميم. أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل وإلا حوريك الوش. لأنه كان مصر على إجهاضها. طبعا ما تصدمتش، لأن الشخص اللي قدر يقتل أبرياء عايشين على وش الأرض كان سهل جدا إنه يقتل جنين لسه ما ظهرش للدنيا، لأنه قاتل بلا رحمة. وبعد سنين من عذاب بعدها عني أخدت قرار إني أواجه المجتمع والدنيا. ورحت علشان أخدها من الدار وتعيش معاي والناس كلها تعرف إنها بنتي. ومع الأسف القرار كان متأخر، لأني لما رحت الدار علشان أخدها فاجئوني بحاجة ما كنتش أتوقعها. البنت سابت الدار ومحدش يعرف مكانها. نورهان محجوب. نون ميم. الاسم نورهان محجوب السيد محجوب. مكان الولادة دار ملائكة الرحمة. أقر أنا أمال محمد حلمي المقيمة في 20 شارع الجزائر بالمعادي، وأنني قد تكفلت بجميع مصاريف نورهان محجوب السيد محجوب، وهذا إقرار مني بذلك، وهي قائمة بدار ملائكة الرحمة. الإمضاء أمال محمد حلمي. إقرار من أمال محمد حلمي. طب لو أمال دي هي اللي كانت متكفلة بنورهان، إزاي وصل الورق ده لمريم رياض طالما إن البنت مش مكتوبة باسمها وعنوان أمال نفس عنوان مريم؟ كده بقى في علاقة بتربط أمال بمريم رياض. أستاذ هلال، الحمد لله على السلامة. الله، هو أنت عادي إنك تيجي بدري قوي عن موعدك كده، ولا رؤساء التحرير بيجوا كده، ولا أنت مش رئيس تحرير ولا إيه؟ جورنال قدامك مكتوب فيه مين رئيس التحرير؟ هلال كامل، الأستاذ هلال كامل. طيب، مش هو ده اللي أنتوا عايزينه؟ ده اللي مكتوب. بس الفعلية بقى؟ لا، فعليا بقى مش بتاعتكم انت، دي بتاعتنا انا اللي مسؤول عن الجورنال قدامك وقدام الحكومة وقدام الناس. طالما انت المسؤول قدامنا بقى، يبقى احنا كده مطمئنين.
يلا انا قرفت منك، انت لسه بتكذب وبتقوح معايا بتقوح معايا. رد يا طولت، العيال كلها شاهده عليك، وانا بنفسي اللي مطلعه البت السجاير والولاعه. لسه يلا هتكذب وتحور، لسه هتكذب وتحور. خلاص 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 والنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطة واحدة؟ الغلطة الاولانية انك سرقت علبة سجايري. والغلطة التانية انك شربت سجارة من غير ما تستأذني. من هنا ورايح لما تحب تاخد حاجة تبقى تستأذني. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله لازم بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله العظيم أنا بس عاجز وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا بأي حاجة. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوة طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وإيه أكتر حاجة بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الأطفال؟ إننا ما نحسسهمش إنهم أيتام، وهي دي الحقيقة. إحنا هنا كلنا أهل ليهم، ودايماً زي ما أنت شايفة كده بنعمل لهم حفلات. راحة الطفل النفسية هدف لينا ونفسنا نستمر على كده. طب وإيه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش أي حاجة ممكن تمنعنا من الرعاية والاهتمام بالطفل. الحمد لله أهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد إنهم يستمروا في دعمهم ده، لأن دعمهم ده بيحافظ على الصحة النفسية للطفل. واضح يا فندم إن أنتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحة لينا يا فندم. طيب وإيه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب أو اتعور وهو بيلعب؟ في حاجة يا فندم؟ أيوة فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مرة يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل وما عرفتش أنام لغاية ما حسيت إنه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا توجعنا، متعرفيش توجعنا من قلبنا قد إيه. ربنا يكتر من أمثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بأم زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادرة أكمل. أنا آسفة إني فكرت حضرتك. أحب أقول لكل مشاهدينا إنه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم إنسانية وطيبة الأستاذة سامية. طبعاً بنت موجودة عندكم هنا في الملجأ. ثانية واحدة يا رحاب. نعم. شوفي الأستاذ هلال يشرب إيه الأول. حضرتك تشرب إيه يا فندم؟ أهو مظبوط إن أمكن تأمرني. حاضر. اسمها إيه البنت اللي عايز حضرتك تسأل عليها؟ نورهان محجوب السيد محجوب. أنا ما عنديش واحدة بالاسم ده. دي شهادة ميلادها وصورتها كمان. آه نورهان افتكرتها. انت بتسأل عليها ليه؟ هو في الحقيقة اصلي لما اختي توفت فلقيت الورق ده موجود في الدولاب بتاعها، فحبيت اعرف مين البنت دي. هي كانت مقيمة عندنا هنا وسابت الدار من فترة. طب ما تعرفيش ممكن الاقيها فين؟ من ساعة ما مشيت ما اعرفش عنها حاجة. طيب امال ومحجوب دول مش هم ابوها وامها الحقيقيين؟ لا طبعا، الاطفال لما بيدخلوا عندنا الدار الموظف بيطلع لهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة وبيسجلهم بأسماء جوزفية. طيب ما حدش كان بيجي يزورها؟ لا ما أقدرش أفتكر طبعا. طيب أنا آسف للإزعاج. طب والقهوة؟ بعدين بقى إن شاء الله. تفضل حضرتك الملف. شكرا.
ده هو يا استاذ رحيل. انت شايلاكي ده ليه؟ ما ترزعيه في مكان. بس اصل انا كنت عايزه اقول لك ان انا عايزه الواد الاولاني بدل ده، احسن الواد ده تقيل عامل زي الرزيه، انا كتفي خدل من كتر الشيل. طب مش وقته الكلام ده، بعدين حطيه على اي مرتبه دلوقتي. وانت يلا يلا قدام. انت نوران؟ ايوه. انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ماما امان؟ لا، امان مش والدتك، والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه؟ هيثم خليك مكاني بس شويه. اوكي طيب. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا؟ لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكره الرسمه دي؟ مريم فضلت محتفظه بيها لغايه ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وايه الظروف اللي تخلي امي ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين انت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني اصدقك عادي؟ مريم كانت رايحه تعترف بيكي وما لقيتكيش، وقتها كنت هربانه من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصوره دي جبتها منين؟ انا جاي لك عشان الورث اللي ليكي، وعشان اساعدك توصلي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للهات المريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن مريم، اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. نوران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته دخل. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه كلميني. على اذنك. مفيش. لما هو مفيش، قلب خليتك على الزباين ليه؟ التليفون بيرن وما بترديش، مش يمكن في مصلحة؟ عادي يعني، بريح شوية. لا مش عادي. من ساعة ما كنت مع الراجل ده وأنت قلب خليتك ومش على بعضك، في إيه؟ وإيه الجديد؟ أنا مش على بعضي من زمان. أنا لو منظور شكري. خير يا باشا. ايه مش فاكراني انت؟ مفيش، اتفضل. طيب طبعا اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش. يا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوك ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف 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 شكلك حلو انت والواد شيلاء، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟
والله يا باشا انا ما طبعا كده عندنا محضر خطف طفل والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي تاني؟ لا هي هتتكلم صح زينب. زينب انا عايز اعرف كل حاجه عن دار الايتام دي، والواد اللي كان معاه كده ايه علاقته بالدار؟ انا يا باشا ماليش دعوه بحاجه، انا دوب باجر العيال دي باليومين الدار. يعني ايه بتاجريه؟ يعني بروح اول اليوم اخده اسرح بيه وارجعه اخر النهار. ومين اللي بيأجره لك؟ الست سامية. قولي كل اللي عندك وخلصينا، احنا مش هنسحب منك الكلام كلمة كلمة. يا باشا انا كل اللي بعمله اني بأجر العيال دي من الدار. سامية بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير قوي غيري. وازاي يبقوا ايتام ومتسجلين في الوزارة وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزارة ايه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوة بالوزارة. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهية قولي كل حاجة. يا باشا العيال دي مخطوفة، في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لسامية. سامية بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى فيه قوانين واجراءات وحاجات عاملها الحكومه. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيال اللي هم ما لهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وسامية بتظبط لهم ده كله كله بتمنه. وفي برضه الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى تمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لما اغزر رجاله ناقصه بيحبوا الحريم الصغير. سامية بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنه وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شويه وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شويه وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكه تانية، دول بقى يسرقوا سرقه يبلطجوا على حد، لما اغزه ينزلوا مظاهره يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هم جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا ما اعرفش، انا كذا مره اسال عيال هناك بس بيخافوا يقولوا لي. مثل سامية تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابله رحاب، ده انا العتر. ما انا عارفه يا اخويا انك العتر، امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايز اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العيال من الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي، قال ايه نعيمه عيانه وعايزه اجازه. فهمتني؟ اعتبري حصل، هجيب لك خبرها. حر اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني يا عم. لسه بقول لك مش عايزه مشاكل، قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقول لك ايه، افتح لك شنطه العربيه، انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله. تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق. يلا انس. تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار وسامية واللي اسمه العترة ده. يا باشا اسمي انا كده هروح في ده. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمة، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهدة. اه وكده نقدر نحميكي. ست رحاب مالك يا بنت متلبشة ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب، وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام.
هيبقى فاعل. هلال يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا هنروح احنا مشوار تاني. يلا انا ما قلتش حاجه والله ما قلت حاجه والله ما قلت حاجه. بتقري علينا يا بنت الكل. ايه مش فارق معاك حد؟ احنا شامينك يا بنت. بقول لك ايه، هتنطقي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني الراجل اللي هو اللي وعدهم مصورين كل حاجه. ابوس ايدك وحبيبي وماله. الرحمة بتجوز على الميت. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست سامية. ولا انا كنت عايزانا اسيبها لحد ما تروح للبوليس. تقوم تقتلها يا غبي. وانت كنت فين يا حمارة انت؟ وانا لحقت اعمل حاجة، ده في ثانية كان مطلع المطوة من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبية. امسكي. ده مفتاح شقتي القديمة. تختفوا فيها لغاية ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبة دي. ما عشان نختفي محتاجة شوية قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغرفة 60 داهية وما تظهروش لغاية ما اتصل بيكم. يعني ايه؟ هستخبى؟ أنا ما عملتش حاجة. أنت مش كنت هناك لما هلال ده شافكوا؟ اتفضلوا بسرعة روحوا على الشقة وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكوا ولا يحس بيكم. يلا اتفضلوا. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف يا مخبية العيال فين؟ هناك هم. Thank you.
بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية، لحد ما تعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون، وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا أول يوم، وتاني يوم وإحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزة أخرج واستفيد باليوم، أخدت الكاميرا معايا عشان أتصور. وأنا خارجة من الأوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطة في إيده، ولما سألته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحاب. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص، وفعلا خدني معاه. بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعيه اللي في المكان، خدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه، اللي اكتشفت إن فيها فلوس. والشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي مصدقتش اللي شفته، مخدرات. لحد ما وصلنا المطار قلت اكيد هيتمسك، لكن اللي حصل اني ما شفتش الشنطه اللي استلمها منهم معاه لما دخلنا المطار. وقلت أكيد شايل المخدرات في معدات التصوير. بس لقيت العمال بيمروا معاهم المعدات بعد التفتيش وعادي. فهمت إن في حاجة غريبة حصلت. إيه هي؟ مش عارفة. بعدها على طول اعتذرت له عن الفيلم. عملتي خير. ورجعت له العرض. أنا كده كده كنت هوقف تصوير الفيلم. غريبة، والمصاريف اللي انت صرفتها والسفر. مش احسن ما اكمل تصوير واصرف تاني والفيلم يفشل؟ الفيلم يفشل؟ انت بتتلكك بقى عشان توقف تصوير. انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة ان قللت من نفسي واشتغلت مع حد زيك. روحت بيتي وانا منهارة، ازاي اسمح لشخص زي ده يسوق سمعتي بحجة اني ماليش جمهور، وهو في الاخر تاجر مخدرات وكان عامل الفيلم عشان يبقى مجرد بارافان لتجارته. انه حقا طريق الوداع. منتج سينمائي وتاجر مخدرات، صاد ضاد. تعال يا نوران. ما أنا أسفة والله، أنا ما كانش قصدي أتصنت. هو إيه اللي حضرتك عامله على الحيطة اللي هناك ده يا أستاذ هلال؟ مريم كاتبة في مذكراتها أسامي ناس كبيرة ومهمة متورطين في قضايا فساد. آه، والكلام اللي على الحيطة ده ليه علاقة بالقضايا دي؟ بالظبط، أنا أصلي بحاول أوصل للأسامي دي. أنا شغال دلوقتي في قضية مخدرات. آه. رد رد. لا ما انا مش عايزه ارد، ده صاحب الشغل اللي انا كنت شغاله فيه. رد بس رد.
الو انت ما ترديش عليا ليه يا بت؟ البودره اللي معاكي فين؟ اروح امك تجيبيها بالذوق بدل ما اجي اجيبك من المكان اللي انت فيه. طيب هجيبهم لك واجيلك على طول. ايه في ايه؟ انا لازم اروح مشوار. مشوار ايه؟ اصل مهم نسي معايا مفاتيح وانا لازم اديهم. طب انا هاجي معاك. لا 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 حضرتك خليك انا مش عايزه اتعبها. يا نهار اسود زومبي في الشارع. في ايه يا زيزو؟ ده وقت فرجة على افلام رعب. افلام رعب ايه ده بجد؟ اهو شاب في احدى صالات الديسكو يتحول لزومبي بسبب مخدر فليكا. هو في ايه؟ ده نوع مخدرات منتشر بره مصر، بس واضح انه بدا ينتشر هنا كمان. بيرفع درجة حرارة الجسم فجأة وبيخلي الإنسان مش قادر يسيطر على نفسه، بيبقى عدواني جدا. هو حصل فين الكلام ده؟ في ديسكو، على الفيديو اهو. طب إيه؟ الناس اللي بتاخد المخدر ده بيبقوا مدمنين بعد كده ولا بيرجعوا طبيعيين تاني؟ معظم مدمني الفلاكة بيموتوا في الآخر، يا اللي بالانتحار بسبب الاكتئاب، يا اللي بيتجننوا لأن عقلهم مش قادر يرجع زي الأول. أو بعد فترة بقى بيموتوا لما وظائف الكلى توقف. ده الكلوب بتاع مهاب. مهاب مين؟ لا لا انا بس افتكرت حاجه عن اذنكم. لا لا استني في انت خفتي ولا ايه؟ لا اقعدي اقعدي ما تخافيش، احنا بعد كده نمسك شات جان في ايدينا بقى، واي زومبي نلاقيه معدي في الشارع نديله بطلقه في الراس كده، عشان الزومبي ما بيموتش الا بطلقه في الراس. وحشه؟ قوي. ازيك يا خير؟ اهلا اخويا. بقول لك ايه يا حاج؟ انت زي ما لبستني في حوار الفلاكه ده تخرجني منه. افهم يا غبي، اللي حصل ده عادي واحنا ملناش دعوه بيه خالص. يا حاج ملناش دعوه بيه ازاي؟ بقول لك بيتك انا هيتخرب، الواد رفع الحبايه وطاح في الديسكو كله، ده انا فريق كانوا هيموتوا في ايده. اسمع يا حاج، انا مش هشتغل في حوار الفلاكه ده تاني ولا هوزعها. مش هتوزع ايه يا روح امك؟ ده انا دافع فيها دم قلبي البضاعه دي. وبعدين انت عارف احنا جايبين كميه قد ايه؟ ايه؟ هنشربها احنا؟ وبعدين احنا لو ما عرفناش نوزعها هنقل في نظر الراجل اللي بيثق فينا بقاله سنين. يعني هنعمل ايه؟ يا حاج بقول لك بيتي كان هيتخرب. الديسكو كان هيتشمع. اديك انت قلت الحل. مالناش دعوه بالديسكو. الديسكو ده مكان وله زبونه. الفلاكه ليها مكان تاني. يا نهار ابيض. بص عد صاحبه ازاي؟ بس تفتكر ده ليه سنانه ما قلبتش زي الزومبي؟ يا ابني اسكت بقى بخيالك الطفولي ده. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه اللي رجعك بدري من جورنال؟ لا انا ما روحش جورنال، انا كنت بشتري لبس النورهان. لبس ليا انا؟ ما تقلقيش هيجوا على ماسك، بس يا رب الذوق يعجبك. بجد انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ايوه يا هيلو والعه خالص اهي. طب ايه بقى؟ مفيش حاجه علينا؟ ولا تقلق. ما تخليك مؤدب يا بنات، عيب. وكنتوا تتفرجوا على ايه؟ على زومبي. مين؟ زومبي. زومبي ايه؟ زومبي وصل عندنا في مصر هنا. ايه الزومبي ده؟ الناس الاموات اللي هم بيتحركوا كده بالمنظر ده. يا نهار اسود، هي القيامه قامت؟ ده بجد يا بابا، لازم حضرتك تشوف الفيديوهات دي. مسدس حضرتك؟ مسدس. انا اسف جدا، الظاهر ان انا دخلت غلط. هو في ايه بالظبط؟ تعالى. انا؟ تعالى، في واحد حبيبك عايز يكلمك. حبيبي انا؟ انا صلاح ضاحي، صداد اللي انت بتدور عليه. عايز ايه؟ أنا مش عايز، أنت اللي عايز. هفيدك زيزو تحت عينينا، والدكتور اللي أنت شفته في المستشفى تبعنا. على فكرة هو ما جالوش هبوط ولا حاجة، هو خد جرعة تقيلة شوية من الكوكايثيلين. الجرعة دي بتفقده الوعي شوية، والجرعة التانية خدها قدامك في المستشفى. الجرعة دي بتجيب هبوط في الدورة الدموية، وفي جرعة تالتة المفروض هياخدها بعد ساعة. قدامك حل من الاثنين، يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعال تعال. حاضر
مش مهم. صبريني يا صابرين، ده بالراحه بالراحه. لا بقول لك ايه، في حاجتين لازم نتفق عليهم عشان ربنا يكرمنا في الجوازه دي. اتفضلي. اولا الحمد لله ان احنا اتجوزنا وبقينا في شقتنا الجميله. طب وتاني حاجه؟ مش عايزه اسمع منك كلمه خلينا صابرين يا صابرين دي تاني خالص، ممكن؟ حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر. ايه؟ يلا حاضر يا صابرين، بالراحه. هلا حاضر، بس بالراحه بالراحه، ما تاخدنيش على حامي كده. بص هخش بس اغير هدومي واخد دش. طب خلاص 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 يا ستي، مش عايزين نكد، احنا مصدقنا يتقفل علينا باب واحد. بص يا حبيبتي، انت تخشي دلوقتي تقلعي تقلعي قصدي تقلعي يعني، وتاخدي دش وتجهزي عشان استعجلتي ليه كده؟ فاهم فاهم. لو الشخص اللي انت هتكلمه حس باي حاجه قول على نفسك رحمن رحيم، طب لو اجيب الشريط باسرع وقت. ايوه زكي. الو علامي، كلم ابني الكبير. ابنك الكبير مين؟ ابني الكبير، خليه يجيب شريط الفيديو اللي انا اديته له. شريط ايه؟ ما الشريط معاك يا ابني. شريط الفيديو بتاع صلاح اللي فيه دليل المخدرات. طيب ثواني ثواني ثانيه واحده. طيب خليك معايا، خد الرقم عندي. 0 ايوه 2 تمام خلاص كتبته. يلا بسرعه كلمه وخليك وراه لغايه ما يرد. سلام. استاذ هلال ما عندوش غير ابن واحد بس، عماد. الموضوع كده شكله يقلق بصراحه. الو الو لا مؤاخذه، هو حضرتك مين؟ انت اهبل؟ انت بتكلمني في انصاص الليالي عشان تسالني انا مين؟ اه صح. طب معلش يعني انا اسف، انت تعرف استاذ هلال كامل الصحفي؟ ماله الاستاذ هلال كامل؟ اصل هو لسه مكلمني بصراحه وكانت مكالمه مقلقه قوي. يعني انت قلقت فانت بتقلقني النهارده؟ ايه الموضوع؟ اصل استاذ هلال اداني رقمك على اساس ان انت ابنه الكبير، وهو ما عندوش غير ابن واحد، وبعدين قال لي ابلغك ان انت تجيب معاك الشريط اللي فيه دليل المخدرات. شريط؟ الشريط بتاع صلاح ضاحي. مخدرات صلاح ضاحي؟ انت فين؟ انا عند فيلا صلاح ضاحي. طيب ما تتحركش من عندك، انا جاي لك حالا. طب انت ما قلتليش انت مين؟ طيب الوقت عمال يعدي، شكل حفيدك هيودعنا. انا جبت الشريط يا استاذ. خد منه الشريط ودخله. ايه ايه؟ تعور نفسك كده يا حبيبي؟ ليه كده؟ خلاص زيزو يلا نلحق زيزو. ايوه صلاح بيه كده، المهله عدت، هنعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما مهاب يكلمنا ويطمنا ان الشريط بقى معاه وفي امان. اوامر حضرتك. ايوه يا حاج، شريط الفيديو معايا، 10 دقايق بعدكم. وهاب استلم الشريط كده، الدنيا امان. على الله ما يكونش اتعمل منه نسخه تانية ولا تانية ولا تالتة كده. احنا ايه في ايه؟ اتفضلوا معانا. انا طلعت الملاحة ومجلس النواب
يبقى شوف الكلام ده بعدين. هتوه سنة 98 بدأت تنزل أخبار عني وعن شهادتي، وبعض الجرايد هجمتني لأني معايا دبلوم وما كملتش تعليمي، وإني مش معايا الشهادة اللي تخليني أكون فنانة وممثلة. وبدأت هوجم الصحفيين عليا، وكانوا بيطردوني في كل مكان، في البيت والاستوديو والمسرح. بقيت بهرب من الصحفيين طول الوقت، وقطعت اللقاءات والحوارات الصحفية لفترة، وكنت وقتها بعرض مسرحية شقاوة بنات. مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ الصحفيين بيطردوني في كل مكان، ما عندهمش سؤال غير انتي مؤهلك ايه، وانا مش قادرة اقول لهم اني تعليم متوسط. ولا يهمك، محلولة عادي. تحبي يبقى عندك شهادة ماجستير ولا دكتوراه؟ مش فاهمة. نضرب لك شهادة مزورة، ولما حد من الصحفيين يسألك شهادتك ايه تحطها له في عينه. انت عايزه توديني في داهيه؟ ولا داهيه ولا حاجه، ما انا قدامك اهو معايا شهاده قد الدنيا، ولا حد سالني جايباها منين ولا حد خد باله. هو انا هفضل العلم ولا للشغل؟ واديكي شايفه اهو الناس كلها يقول لك الدكتوره راحت الدكتوره جت، الدكتوره جت الدكتوره راحت. هو انت مين اللي زور لك الدكتوراه بتاعتك؟ جوزي. أصل هو بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، هو اللي عمل لي الشهادة بتاعتي. حوصي عليكي يعمل لك شهادة مؤهل عالي، واختمالك بختم مدور كبير كده بارز. أنا أول مرة أسمع إنك متجوزة. أصل أنا متجوزة في السر، هو اللي مش عايز يعلن. أصل هو بيشتغل في مركز حساس. وفعلا أخدت الشهادة، وغيرت كل أوراقي على أساس الشهادة الجديدة. وبعدها بثلاث شهور جوزها كاف ألف جالي شقتي وبدأ يساومني. بصراحة كده أنا من أول ما شفتك وأنا معجب بيكي وعايز أتجوزك، أصلا أنا بحب الحلال أوي. تتجوزني؟ أنت مجنون ولا شارب حاجة؟ أنت عملتلي خدمة وخدت تمنها. لا 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 كده نزعل وزعل وحش أوي، هيخلينا سيح وأقول إن الشهادة بتاعتك مزورة. انت عايز ايه؟ 50,000. ساعتها خفت من المشاكل وما لقيتش حل الا اني اروح لمراته اللي عرفتني عليه واشتكي لها. احنا انفصلنا عن بعض من شهور، بس هو عمل معايا زي ما عمل معاكي بالظبط. لما طلعت له شهادته الحقيقيه وقلت له ان انا هفضحها وهوديها له مكان شغله، خاف اترعب وقال حقي برقبتي. ليه؟ هو معاه ايه؟ دبلوم ومزور شهادة المؤهل العالي ومزور شهادة ماجستير، بس انا معايا شهادته الحقيقية خبيتها من وراه من زمان وخليتها معايا للطوارئ. طب انا اتصرف ازاي؟ انا مش ناقصة شوشرة. خلي الشهادة دي معاكي، لو كلمك تاني وهددك قوليه ان هي معاكي، وقوليه ان انت هتطلعها له وتفضحيه. وساعتها قدرت أخلص من زنه علي وبقى معايا دليل تزويره. سنة 2008 جت لي دعوة لحضور حفل مسرحي لمجموعة مدارس أجنبية في مصر، واتفاجئت بكاف ألف من المدعوين، واتنادى على اسمه بأنه منصب كبير في مدارية التعليم بالجيزة، ولقيته بقى دكتور. واستغربت جدا إزاي مزور زي ده ومعاه دبلوم يبقى في مركز حساس زي ده. بالعلم ننير سماء الكون. وعرفت انه هو اللي دعاني للحفلة. ما كانتش مجرد دعوة للحفلة، دي كانت دعوة للجواز للمرة التانية. ومن خلال دردشتي معاه عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. زيزو
اللوف. ايه ده؟ انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت إجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحاني؟ انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ أمك بقى كان ليها حق لما قالت لي إن أنا ما عرفتش أربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف إنك أنت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب أبوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش أنا. أنا ما عملتش حاجة غلط. اللي أنت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع إيه في الآخر؟ ولا حاجة. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها أصلا. أنت بتفكر إزاي؟ أنا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالا. حاضر. أنت عرفت منين أسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ أبو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. أبو فادي؟ آه. وأبو فادي ده بيشتغل إيه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي أعرفه إنه ماسك المناهج بتاعة وزارة التربية والتعليم. آه. اسمه إيه؟ اسمه كمال. كمال إيه؟ الله ما أعرف إله. طب يلا الحل الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور ده. انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد، مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة، وآخر حاجة بقى كان بيسرب امتحانات الثانوية العامة. مش فاهم قصدك، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزورة خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. أنت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض أو نعيمة اللي بقت نريمان. أنا بحذرك تنسب لي أي حاجة أنا ما عملتهاش، وإلا في أساليب قانونية هستخدمها ضدك، وخصوصا إنك ما عندكش أي دليل ضدي. الدليل أنت عارفه كويس، فادي ابنك. فادي؟ وإيه علاقة فادي ابني بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ اسأله قبل الجهات الأمنية ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكرة أنا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس. انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. ما اعرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتش في الفلوس هتصرف انا. حددت المكان؟ حصل يا باشا. يا بقيت كده يا معلم؟ بتبهن جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عارف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم ده. مكتب الزهور. بالعلم ننير سماء الكون.
التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. بصراحه مش متفائله، يعني حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال، انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول، فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجة؟ لا ابدا. لا ما انت قصدك لسه عريس جديد بقى، واكيد يعني ها. قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسة فين امال؟ ها؟ لو في مشاكل قول لي. ما فيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجة. اهو اهو كده بقى، يبقى في مشاكل. لا في قضية جديدة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى، جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وعدت فترة كبيرة في بيتي من غير شغل لغاية سنة 2004، وفي يوم كنت عند الكوافيرة بتاعتي سين ميم، وتعرفت هناك على نون فهم، كانت مذيعة في برنامج ديني على الراديو. مريم يا نهار، وحشتينا وحشتي جمهوري. انتي فين مختفية؟ مش لاقية سيناريو كويس. بس طب بصي، احنا بنعمل مسلسل ديني في الإذاعة، ما تيجي وتشاركي معنا في البطولة؟ هشوف وقتي وبكلمك. يا ريت. رحت البيت وانا عندي راحة نفسية للموضوع، حسيت اني دي رسالة من ربنا ليا، يمكن بيبعدني عن الفن وعايزني اقرب منه. اخدت قرار واتفقت مع نون فيه على معاد، وفعلا رحت ماسبيرو ودخلت الاستوديو اللي بيسجلوا فيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورت الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مدد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الاكيد الا نعود لمعصية ثانية ابدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا ابواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم. يلا يا اولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى اي كلمه يسالني عنها المره الجايه. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت الكبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبة أدوات مدرسية جنبنا هنا وأنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الأطفال دول، هم المستقبل. عم إبراهيم، عم إبراهيم أهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك، في أخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجع. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجر يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العماله. ولما العماله اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحله اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومه لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعه وكانت مفتوحه واعضائهم متاخده منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول ايه يا باشا؟ سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. ابراهيم اسحاق يوحنا. ايه؟ ايه ده؟ معلش اسمح لي يعني يا شيخ ابراهيم، يعني هو
عم إبراهيم أنت إزاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا قرآن من أكتر من 30 سنة، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني أنت بنتك راحت على إيد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وأنت أديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن قوي قوي قوي. آه ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسال في ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي. يعني بتعرف انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرفه. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ اه فهمت دلوقتي انت متغير معايا ليه؟ مين نور هندي؟ في ايه؟ من نور هندي واحده صاحبتي عادي يعني. اه ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي هو انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقول لي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال ودي مش اول حادثه تحصل. ان شاء الله هتكون الاخيره. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا ايه وقت الحادثه؟ هيقولوا ايه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعه ارهابيه خطفت اتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول ايه؟ في الحقيقه الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب ولاد الكلب لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصه؟ شفت رصاصه جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابه. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابه دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوه قوي حركه الرصاصه دي ملعوبه. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حيلهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيره محتاجه علاج. مهم تكافوا انتوا الطلبيه دي علشان الياده ما بيتروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون جهازين امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجاله وصحتهم حديد. خلاص تمام اكلمك. بلغ سلامي للاخوه في سينا. المجموعه اتقبض عليها ومين اللي هرب؟ بلغوا ان العمليه اتلغت مش هعرف اعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي انت فيه باسرع وقت حالا. انا لازم اتصل باخويا مؤمن عايز اطمن عليه. يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش. انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا. احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا. امرني. الامر لله. عاطف
مدير مركز شباب أطفيح، بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي تقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. عشرين شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الأوتوبيس اللي حصلت سنة 2004، والشباب اللي انت تجلت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعوا لنا. احنا انتم مين؟ احنا اولي الامر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجة واسطة ولا وصاية من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق ليولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. وانت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبه زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، وانت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك ومش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايز اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحب. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. انا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلت زيزو دي أهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى يا عم، 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 يا رضا، يا رضا هات الموبايل. وهتعمل ايه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبل يوم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايا يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشايا. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين؟ اوعدك حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه البرسنل. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة انت اللي هتدفع الفاتورة. انا مش هستنى حد. هتدفعها استاذ هلال.
اسود استاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. وانت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده. اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده. اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغوا الحكومة. We'll be right back.
بلال. هلو اخرس يلا. وانا مش سبق وقلت لك الف مرة اهلا قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومة تقرب منكم. انهي حكومة؟ الحكومة اللي واقفة لنا برا بحصرانا وبتهاجمنا بقواتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيتك من الدم برضو الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هلو اهدى، حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص، بعدين ده انت اللي معلمنا ان انا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هلو. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها، انا بحبك قوي يا هلو. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا.
ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن. الورق ده هيساعدنا جدا، وفي أسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. تعرف المشكلة فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجة جديدة؟ نكتب عشان مين يغني؟ حدش لي نفس رضا وانت أول. قولوا لي يا أولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقة، ليه جمهور على فكرة وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزة حش رقبيهم. هو مين فيكو أقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم أقرب ناس لزيزو. عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. ان شاء الله. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بينك اتخناق وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، اهلنا هم السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور، وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكدابه اللي حوالي، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال، ودي اخرتها. وديته في داهيه وخسرتني صاحب عمري. لا، لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ده هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدري اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، انا برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبه انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقولي انا بابي استجناه وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع يرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. لكم ايه؟ انا جت لي فكره مجنونه. هلال دخل عماره شقه مريم دلوقتي. لا يا باشا مش لوحده، كان معاه واحد. ماشي يا باشا، تدور بضمير يا هلال. ضمير ايه؟ انا بقيت حافظ الشقه دي اكتر من بيتنا. في سنة 2009 كنت عايزة أرجع تاني للأضواء زي الأول. بدأت أعمل حفلات في بيتي وبقى يحضرها أصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامة. كده عندك حق، نقدر مزاجنا بقى وندور على الرواقه. انت مش كنت بطلت؟ ومش هرجع للمدعوقه دي تاني ابدا. هلال انا هبدا ابطل من بكره، هاخد دول. استنى بس، تاخد ايه؟ رجع كل حاجه زي ما كانت. انا مش هشربهم، هرسمهم. رجع الازاز مكانها. استنى، صعبت عليك صح؟ امسك. دور. ما
الدليل. يا دين النبي هلال، احنا نروح نقعد عندي في البيت ونشوف السيديهات والشرايط دي عليها ايه بالظبط. اه، وناخد الازاز دي معانا عشان نحتفل. الله ينور عليك. امشي اطلع بره. هدي امشي اطلع بره. اطلع بره فين؟ مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك مستنينك، واقفين وراك في ظهرك دايما ساندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك، مستنينك معك في اي حته، واخدين بايدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. أسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك يا بسيوني بيه. ابعدني عن، انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها، هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسيه مسكنه على ناس عشان يجبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول أكبر رجال أعمال في البلد كلها، وعشان كده قتلوا مريم. أيوه، بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الأسطوانة الأولانية ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم ده اللي بيمشي كل حاجة في الدنيا دي من بعيد. أنا لازم أكلم رؤوف. أيوه منا زيزو فاء. الله، الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا هلال. زيزو فاء مبروك يا حبيبي. الحمد لله. كان كابوس. الحمد لله. اتفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري، كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي. ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. لا، البلد دي مش هتقع، ولو في الف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنتوا خلاص بقيتوا بره السلطه؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمه غلط. احنا بقيناش بره السلطه، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم، زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها، بس طلعت غبيه رفضت. اهلا يا مريم. اهلا. معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل. انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر، مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. أنا قدمت طلب لوزير الصحة عشان أسافر أتعالج على نفقة الدولة، بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس أنا أجبرته إنه يمضي قرار سفرك برا البلد، والقرار أهو. أنا مش عارفة
مش عارفة أشكر صحتك إزاي. أنت فنانة كبيرة، ياما امتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك إن البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك إجراءات السفر أنا محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. انت هي خدمة قصاد خدمة. السياسة كل شيء مباح. ده سياسيت كنتم. اوعى تفتكر ان حكاية الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجة غريبة جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غادة بنتك متورطة في قضية تجارة الأعضاء؟ انا اسف على فكرة، انا اللي قلت الجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على اللي كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيكم انتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي انت بتشتغل فيه بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات ويبقى لعبة في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط، بس ما عملتش حسابه أبدا إن مذكرات مريم رياض تقع في إيدك أنت. أنا تأكدت إن المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. أنا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي إنها ناوية تنشر مذكراتها وجايبة فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحه يقولها لا بلاش، بس هي طلعت غبية وعنيدة. وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها. أنا مش فاضل الحاجات دي. أنا ما قتلش، أنا أمر وحازم ينفذ. أهلاً يا هلال بيه. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، وهو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذك يا شريف باشا. هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلتوا مريم رياض وقتلتوا ابتسام فهمي وبسيوني ناصر، ضحيتوا بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خسارة، مفيش أي حاجة تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الأطفال اللي معانيك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزلهم السوق. طيب
عايزك تقابل حسام الرشيدي، حاول تخلص معاه صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ تجيب التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيسجل لك عشان يأمن نفسه، مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، اديتها لمريم رياض، مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها، لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وانت هتدفن معاها. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت اقول لك، مش انا قدمت التسجيلات دي للامن الوطني عشان اامن نفسي. حسن نفس. مؤاخذة يا استاذ هلال، اخرت عليك. اهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الامن الوطني. احنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحرامية دول بياكلوا ازاي. موسيقى.